وضاح ما هي ردود الأفعال بشأن ما أعلنه مجلس التعاون الخليجي للحوار اليمني في عملية طبعا إحلال السلام؟ والله من خلال التواصل مع النخب السياسية أو اللقاءات التي تتم الآن، أيضا هناك التفاؤل الكبير بالنسبة حتى فيما يخص الحوار هذا من أجل رأب الصدع بين مختلف الدول اليمنية التي أساسا أيضا هي جزء من مكونات الحكومة الشرعية. لكن كل الأطراف السياسية تؤكد بأن جماعة ميليشيا الحوثي لن بالنسبة لهذا الحوار لن تشارك في هذا الحوار، وأنها تتملص كالعادة وتتحط نفسها أيضا في المواجهات. بالنسبة لهذه أيضا الميليشيات الآن إذا لم تستفد القرار الدولي الذي كان قد صدر 26-24 وأيضا القرارات السابقة أيضا ما قاله الاتحاد الأوروبي قبل أيام أيضا ما بنى على هذا القرار أيضا لمحاصرة هذه الجماعة، سيجعلها أيضا سيجعل المجتمع الدولي أن يكون ملزما بهذا التصنيف لهذه الميليشيا كميليشيا إرهابية ومن ثم الحرب عليها. نعم، كان معنا موفدنا إلى الرياض وضاح اليمن، شكرا جزيلا لك.